قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اقتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قالت: يحذر ما صنعوا، يحذر، هذا القول قول عائشة رضي الله عنها، يحذر ما صنعوا، يعني الذي صنعه اليهود والنصارى، ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا حرق امتناع لوجود، امتنع الجواب لوجود الشرط، أين الجواب؟ أبرز، امتنع إبرازه لوجود التحذير.